كشفت وزارة الخارجية المصرية عن ما تم تداوله خلال اجتماع القاهرة بين قوى الحرية والتغيير السودانية. وأكدت الوزارة في بيان أن القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين اجتماعا مهما بين قوى الحرية والتغيير ومن ضمنها الجبهة الثورية بعرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسة تهم جميع الأشقاء في السودان، ودعما للوثيقة الدستورية المقررة التوقيع عليها في 17 من الشهر الجاري. وأوضح البيان حرص مصر على مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.